ازيكم يا شباب؟ النهارده معانا مراجعه الميد تيرم وملخص لكل اللي احنا خدناه في المانجمنت. Intro to Management Chapter 1. The two definitions اللي عندنا: Management is the art of getting things done by a group of people with effective utilization of valuable resources. يعني ايه Management Art؟ هو نوع من الفن، هو يعتبر فن لان عندك خطوات كتير واسلوب بتتبعه علشان تقدر تحقق اهداف الorganization من حيث الاداره. فانت عندك هو art of getting things done، انك تنجز حاجات عن طريق مجموعة من الناس باستخدام او باستخدام الموارد المتاحة بطريقة فعالة. management is coordination and administration of tasks to achieve a goal. الادارة هي التنسيق والادارة او التحكم في المهمات عشان تحقق هدف. management consists of purpose و people و systematic structure. أي منظمة بيبقى فيها هدف، فيها ناس، وليها نظام بيمشوا عليه علشان يحققوا الأهداف بتاعتهم. أنواع الـ organizations بتختلف حسب الـ size بتاع الـ organization، على حسب الـ nature of business، على حسب هي local ولا international، على حسب الـ ownership pattern. The types of organizations: we have public organizations and private organizations and non-governmental organizations. الـ public بتبقى non profit، بتبقى state owned، بتبقى تبع الحكومة. private أو business ينفع تقول عليها private organization أو business organization، ديت بتبقى profit seeking يعني بتسعى للربح. non governmental organizations والاختصار بتاعها NGO، non in و governmental G و organizations O. voluntary and financed by donations، تطوعية ويتم تمويلها عن طريق التبرعات. في نقطة مهمة هنا، في فرق ما بين الـ efficiency والـ effectiveness. efficiency دي لما يكون انت عندك حاجة انت شغال عليها اساسا وعايز تحقق اكبر output من الحاجة اللي انت already بتعملها، انما الـ effectiveness انت اساسا لسه هتقرر هتعمل ايه، فهتختار الحاجة اللي هتحقق لك اهداف الـ organization على طول من غير ما تضيع وقت. فهنا means doing a task correctly، doing things right. فانت عندك حاجات بتعملها هتعملها صح بقى، انما هنا doing the right things هتختار بقى ايه الحاجة الصح فعلا اللي انت تعملها. زي ما قلت هنا برضو الـ efficiency، انت عندك حاجة already بتعملها، فبيقول لك getting the most output from the least amount of inputs، تجيب اكتر output من اقل input. الـ effectiveness means doing the right things by doing these work tasks that help the organization reach its goals، بتعمل الحاجات اللي هتخلي الـ organization توصل للأهداف بتاعتها. عندنا نوعين من الـ employees: non-managerial و managers. non-managerial directly work on the job and have no responsibility، بيشتغلوا على طول بشكل مباشر على الشغلانة بتاعتهم. بتروح انت بتقدم على وظيفة بتعمل تاسكاية معينة، بتعمل حاجة واحدة، مبيبقاش عندك أي مسؤولية في بقية المهام. الـ managers بقى بيبقى عندهم مهمة ومسؤولية: supervise the activities of other people، بيقودوا كل مهمات كل الناس اللي في المنظمة. المانجرز في منهم ثلاث أنواع: توب وميدل ولوست أو فيرست لاين. التوب مانجرز ميك ديسيجنز اند دايركشن، بياخدوا قرارات وبيحددوا الاتجاه بتاع الأورجانيزيشن، يعني الأورجانيزيشن ديت هتنتج كذا وهتعمل كذا وهتشتغل من الساعة كذا للساعة كذا. دولت التوب مانجرز. الميدل مانجرز مانج أذر مانجرز اند ترانسليت اند سمبليفاي جولز. المانجرز الميدل بيقودوا مانجرز التانيين وبيخططوا الأهداف بتاعت الأورجانيزيشن لخطوات صغيرة، لستيبس صغيرة الناس اللي شغالة في الأورجانيزيشن تقدر تفهمها. يعني التوب عملوا ديسيشنز كبيرة، قالوا احنا هنعمل مبيعات كذا وهنعمل كذا بشكل عام. الميدل بيحددوا أهداف صغيرة، يقولوا القسم ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا، وبيبسط الأهداف بتاعت الأورجانيزيشن للناس اللي هتشتغل. lowest أو first line، وده أدنى طبقة من المانجرز، بيبقى responsible for day-to-day activities of non-managerial employees، بيبقى مسؤولين عن المهمات اليومية من الناس اللي ملهاش علاقة بالإدارة، فهم بيقودوا الناس بشكل مباشر، ودول بيحتاجوا communicating skills أكتر، وهنعرف الموضوع دوت لما نروح لل skills و rules. ال lowest بالذات بيحتاج إنه يكون عنده communication skill عالية، لأنه بيتعامل بشكل مباشر مع الموظفين.
بعدين عندنا management functions. management functions 4: planning, organizing, directing, controlling. planning ان الorganization يبقى ليها هدف والهدف ده بيبقى مرتبط بالمستقبل. organizing ده بيبقى مين في الشركة هيعمل ايه او مين في المنظمة هيعمل ايه, what tasks are to be done by whom, وبينظم لك كل زي الاقسام بتاعت المنظمة. ده الorganizing. directing هو انك تقود الشركة بتاعتك, و directing بتنقسم ل leadership و communication و motivation. leadership يعني انت تكون قائد وليك قدوة ورمز كقائد. communication بحيث انك توفر اتصال كويس ما بين الموظفين وما بين الناس اللي بيرؤسوهم والعكس بين الناس اللي بيرؤسوا الناس وما بين الناس اللي شغالة. motivation يعني تحفيز, وكان مكتوب لك جملة في الكتاب: highly motivated people show excellent performance. الناس المتحفزة بتوريك أو بتنتج بتشتغل كويس يعني. controlling اللي هي الرقابة, لازم اللي في ال organization في الإدارة لازم يشوف المنظمة ماشية ازاي, ولو في أي deviations, deviation يعني انحراف, يقوم يصحح كل الكلام دوت ويخلي ال organization تحقق أهدافها ويتأكد إن كل حاجة ماشية تمام. ممكن نروح نشوف الكلام ده هنا من منظمة أمان. فاحنا عندنا these are basically the four primary functions of management. These are planning, organizing, directing and controlling. Planning. Planning includes defining goals, تحديد الأهداف, establishing strategy, وضع استراتيجية, and developing plans to coordinate activities. يحط خطط عشان يتحكم في الأنشطة بتاعت ال organization. Planning is future oriented. زي ما قلت ال planning بيتضمن إنك بتحط أهداف, والأهداف دي بتكون مرتبطة بالمستقبل. And determines an organization direction. بتحدد اتجاه ال organization. Managers also are responsible for arranging and constructing work and accomplish the organization goals. This function is called organizing. فهم المديرين بيكونوا مسؤولين على التنظيم. This includes determining what tasks are to be done by whom. أنهي مهمات تبقى تتعمل عن طريق مين, المهمات تتعمل عن طريق مين, what tasks are to be done by whom. هو ده بالذات ال organizing بيركز مين هيعمل ايه أكتر. Organizing also includes a formal structure of authority and direction and flow of such authority. فال organizing بيتضمن السلطة, والسلطة هتتوزع ازاي, وازاي مخطط الشركة هيبقى ماشي عامل ازاي, هو تنظيم وتخطيط ومين هيعمل ايه. directing, the directing function is concerned with. directing بتنقسم لثلاث حاجات: leadership و communication و motivation, so that the employees perform their activities in the most efficient manner possible in order to achieve the desired goals. عشان الموظفين يشتغلوا بأكتر طريقة فعالة علشان يحققوا أهداف ال organization. أول حاجة الـ leadership element involves guidance the subordinates about procedures and methods. Part of manager's job is to direct and coordinate the activities of those people. This is the leading function. وبيقول لك من الآخر إنك بس بتقود الناس وتخليهم تعرفهم هيمشوا إزاي ويحققوا شغلهم إزاي صح. The communication must be open both ways. الاتصال المفروض يكون مفتوح في الطريقين, الطريق من الناس اللي شغالة للناس اللي بتدير ومن الناس اللي بتدير للناس اللي شغالة. Both ways, so that the information can be passed on the subordinates and the feedback received from them. Information, المعلومات تقدر تروح للناس اللي شغالة, وناخد كمان تقييم منهم على الاتصال وكل الكلام ده. Motivation is very important, since highly motivated people show excellent performance. بيقول لك التحفيز مهم جدا لأن الناس المتحفزة بتدي لك أداء ممتاز. With less direction from superiors, بإرشاد أقل من الناس اللي أعلى منك اللي هم المديرين. Controlling involves, controlling دي آخر حاجة اللي هي الرقابة, والرقابة دي بتضم كذا حاجة, بتضم إنك تراقب الناس, إنك بتقارن, وإنك بتصحح أداء الشغل. Discovering any significant deviations, بتكتشف أي انحراف كبير. Deviation يعني انحراف. And correcting it means that managers get work back on track. التصحيح ده معناه ان المانجرز اللي هم المديرين بيرجعوا الشغل تاني في المسار الصحيح بتاعه. الرولز بتاع المانجمنت
عندنا 3 أنواع من الرولز، وكل رول بتنقسم ل3 حاجات: interpersonal rules و informational rules و decisional rules. information يعني معلومات أو ليه فكري أكتر. figurehead و leader و liaison. figurehead يعني نموذج، بيكون المدير نموذج للناس اللي شغالة معاه، و leader يعني بيدير الناس ويعرف ازاي يديرهم صح. liaison يعني الاتصال، والاتصال دوت ما بين الشركة وما بين أي حد بره الشركة وما بين أي حد جوه الشركة، يعني الاتصال بشكل عام. informational rules monitor. monitor يعني يراقب، بيراقب الشركة كويس ويفهم كل حاجة بتمشي ازاي في الشركة. disseminator يعني بيوزع كل المهام على الشركة صح. spokesperson ده المتحدث الرسمي، ده بيطلع في بيمثل الشركة. decisional rules الانتربرينور اللي هو رائد الأعمال، دوت هو أساسا المدير وهو اللي بيحدد الانيشيتيفز اللي هي المبادرات، وبيحدد ايه اللي هيتعمل وايه اللي ممكن ما يتعملش وازاي نوصل لهدف المنظمة كلها. disturbance handler ده اللي بيحل المشاكل وبيشوف ايه الحاجات اللي ممكن يمشي عليها، بيحل المشاكل بهدوء يعني، بيبقى عنده خطوات معينة. resource allocator بيشوف موارد الشركة بتروح فين وازاي يقدر يوزعها كويس، ويشوف ازاي برضو يوزع السلطة كويس، لان دوت برضو بيوزع السلطة. negotiator دوت المفاوض، بيعمل اي مفاوضات واي صفقات، اللي هي صفقة يعني bargain، بيعمل اي negotiate او اي bargain مع اي حد بره الشركة. ده كده شابتر 1. شابتر 1 الرولز بتاعت المانجمنت: interpersonal rules، عندنا figurehead و leader و liaison و informational monitor و disseminator و spokesperson و decisional entrepreneur و disturbance handler و resource allocator و negotiator. skills of management أو skills of managers، عندنا 3 skills 4 skills: interpersonal و conceptual و technical و political. ال interpersonal على حسب ما موجود هنا، ال conceptual skills are the skills managers use to analyze and diagnose complex situations. هي المهارات اللي المديرين بيستخدموها علشان يحللوا ويعالجوا كل المشاكل المعقدة، فهي حاجة منطقية، بنعرف المشاكل بنحللها وبنعالجها. They help managers see how things fit together and facilitate making good decisions. هو برضه بيقول لك يعني اللي هما بيعرفوا ازاي كل حاجة ماشية مع بعضها وازاي يعملوا قرارات صح عشان يحلوا المشاكل، يعملوا تحليل وحل للمشاكل. diagnose يعني حل، و analysis أو analyze يعني يحلل، فهو ممكن يسأل عليها في الامتحان. interpersonal skills are those skills involved with working with other people both individually and in organization المفروض. فهنا بيقول لك ال skills اللي بتستخدمها في إن الناس تشتغل مع بعضها. interpersonal rules حاجات شخصية، إزاي الناس تقدر توصل مع بعضها وتتعامل مع بعضها. managers اللي هم المديرين لازم يبقى عندهم technical skills اللي هي المهارات التقنية. التقنية يعني ازاي يقدروا يتعاملوا مع الأجهزة، ازاي يقدروا يتعاملوا مع الحاجات الحديثة دلوقتي والحاجات اللي بتبقى في الشغلانة اللي متعلقة بالشغل بالذات. ازاي مثلا لو حد مثلا محاسب ومدير شركة محاسبة، أكيد لازم يبقى فاهم ايه الإكسل ده، ويبقى فاهم نظام المحاسبة. التكنيكال سكيلز الحاجات التقنية والحاجات التكنولوجية اللي ليها علاقة بالشغل ده. which are the job specific knowledge and techniques needed to perform work tasks، والطرق والأساليب اللي بتستخدم فيها علشان تنفذ المهام. finally managers need and use political skills، بيستخدموا المهارات ال political to build a power base and establish the right connections، علشان يبنوا قاعدة قوية للشركة ويربطوا كل حاجة ببعضها صح. بعد ال skills of managers عندنا حاجة اسمها management universality، عالمية المانجمنت. عالمية المانجمنت بيقول لك ان المانجمنت process و knowledge الاتنين universal. الخطوات او عملية الادارة ومعرفة الادارة حاجة عالمية، كل الناس عارفة الإدارة وكل الناس عارفة خطوات الإدارة أو الكيفية اللي الإدارة بتمشي عليها. لكن بيقول لك هنا skills and principles are transferable، السكيلز اللي هي المهارات والقيم والمبادئ
بتاعة الإدارة بتختلف من مكان لتاني، وعلى حسب المدير وعلى حسب الشركة دي لوكال ولا انترناشونال. كل شركة وكل مدير ليه طريقته في استخدام الإدارة، ليه السكيلز بتاعته اللي هي المهارات بتاعته وليه المبادئ بتاعته. لكن معرفة الإدارة، كل العالم عارف يعني إيه إدارة، وكل العالم بيمشي على بروسيس متشابهة. بروسيس اند نوليدج ار يونيفرسال، لكن السكيلز والبرنسبلز ترانسفيرابل. ترانسفيرابل يعني متغير. مانجمنت از كولتشر باوند، فالمانجمنت بيبقى فيه اختلافات ما بين الثقافات، هي بتبقى مرتبطة بالثقافة. يعني المانجمنت في مصر مختلفة شوية عن المانجمنت في أمريكا، غير أمريكا، غير ألمانيا، غير أي دولة. من كل دولة بتبقى الإدارة مرتبطة بالثقافة بتاعتها. It's culture bound. احنا كده خلصنا chapter 1. chapter 2 management history، تاريخ الإدارة. هيكلمك الأول حاجة عن الإدارة كونت من إمتى، وبعد كده هيوريك طرق مختلفة للإدارة أو نهج، كذا نهج مختلف للإدارة، the classical approach. دي برضو ليها أقسام، وبعد الأقسام بتاعة ال classical approach عندك ال behavioral approach، وعندك human relations movement، وعندك the quantitative approach و the contemporary approach. أول حاجة early management، اللي هو المانجمنت الأولية. management has been practiced for a long time when the Egyptians first developed it in 3000 BC. المانجمنت الأول ابتدت لما المصريين القدماء استعملوها من 3000 سنة. study of management is relatively recent، دراسة الإدارة حاجة حديثة شوية. early study of management is nowadays called the classical approach، الدراسات الأولية للإدارة اسمها دلوقتي النهج الكلاسيكي، the classical approach. The classical theory or approach to management was assigned for the beginning of the study of systematic principles of management. ال classical approach ده كان زي رمز كده ودليل لأن يبدأ الدراسة لنظام ومبادئ للإدارة. فهو classical approach ده بيحدد أول أساسيات الإدارة. It is a management theory that emphasizes workers' productivity. هي نظرية إدارية بتركز على الإنتاجية بتاعة العمال. output and efficiency، والكفاءة وكمية ال output الناتج اللي العمال بينتجوه. and it kept developing throughout the 20th century. عندنا هنا sub fields في classical approach. classical approach بينقسم لثلاث حاجات وكل واحد ليه فازر بتاعه. scientific management، عندك Taylor father of management، وهكذا. أول حاجة scientific management، bureaucratic organizations و administrative principles. For the scientific management we have Taylor father of management. Taylor ده كان زي أب الإدارة. Taylor father of management. Max Weber father of bureaucracy. Henry Foyle father of modern management theory. وده أنا كنت حاطه هنا قبل كده، اللي هو Gilbreth بيونيت time and motion study، وده ممكن يسأل عليه في الامتحان. ده ظهر في تايلور، ظهر في scientific management. يعني Gilbreth اللي عمل البيونيت دي تايم اند موشن ستادي كان في الساينتفك مانجمنت. ثاني نبذة عن الساينتفك مانجمنت، بيقول لك this is the first management theory after the industrial revolution. It was introduced by an engineer Frederick Winslow Taylor. هي كانت أول نظرية إدارية بعد الثورة الصناعية، واسم الشخص اللي عمل الكلام ده اسمه فريدريك وينسلو تايلور. ومش مهم تحفظ فريدريك وينسلو وهو ما بيسألش على الأسماء الأول، اللي بيسأل على آخر اسم اللي هو تايلور. تايلور ده مهم والتاريخ مش هيسأل عليها. He proposed that workers could be replaced like machines. كان بيقول لك إن العمال، وأنا عاملها بالأحمر، اللي هم العمال يمكن استبدالهم كالآلات. يعني هيخلي البشر شغالين زي الآلات بالظبط. أهم حاجة عنده الإنتاج، الإنتاج فقط والإنتاج. Scientific management can be defined as the application of scientific methods to the management of people. It aims to improve the efficiency of work process. فهو بيركز أكتر بشكل علمي على إزاي يحسن العملية بتاعة الشركة، ازاي يقدر يحسن الكفاءة. bureaucratic organization، المنظمات البيوروقراطية. بيوروقراطية يعني يبقى في قوانين صارمة جدا لازم يبقوا ماشيين عليها وبتقتل الإبداع. فهي بتبقى ميزة إن كل الناس ماشية على نظام، وعيب إن كل الناس بتبقى ماشية بطريقة واحدة وما بيبقاش فيه أي إبداع. ف emphasized management on an impersonal، حاجات شخصية. rational basis that through such elements as clearly defined authority and responsibility، بشكل عقلاني ومنظم جدا
وقيادات معينة ومسؤوليات، ويكتبوا بيانات ويفصلوا ما بين الإدارة والملكية. ففصلوا ما بين الإدارة والملكية، الإدارة حاجة والملكية حاجة في الـ Bureaucratic Organization. بعد كده عندنا حاجة اسمها الـ Administrative Principles، المبادئ الإدارية. دي تالت فرع من فروع الـ Classical Approach. It focuses on the total organization rather than individual worker. بتركز على الـ Organization ككل بغض النظر عن العامل الواحد. بعد كده عندنا حاجة اسمها المبادئ الإدارية. Division of labor. Specialization increases output. التخصص بيحسن الناتج. Authority. Managers must be able to give orders only by authority. المفروض تحط هنا only. يبقى المديرين بيبقى عندهم قدرة اللي هم يحطوا قواعد ويديروا عن طريق السلطة بس. لازم يكون عنده سلطة، والشخص اللي بيديره هو اللي عنده السلطة بس. Discipline. Employees must obey and respect the rules of the organization. لازم الناس اللي شغالة تحترم القواعد بتاعة المنظمة. Unity of command. Every employee should receive orders from only one superior. يبقى كل موظف لازم ياخد أوامر من شخص واحد بس. Unity of direction. Each group should be directed by one manager. كل جروب بيبقى عنده مدير واحد بس. يبقى Unity of command ده لكل شخص أو لكل موظف. و Unity of direction each group. يبقى هنا every employee وهنا each group should be directed by one manager. Subordination of individual. The organization goals should be taken as a whole. أهداف ال organization هي اللي تتاخد الأول وهي اللي تتاخد بشكل عام، ما ناخدش أهداف أفراد. Remuneration دي معناها المكافأة. Workers must be paid a fair wage for their services. ياخدوا مرتب وافي للشغل بتاعهم. Centralization the degree of decision making of subordinates. Centralization دي اللي هي درجة الإدارة أو درجة اللي هي اتخاذ القرار بتاعت الناس اللي شغالة. Scalar chain the line of authority from top to low ranks represents the scalar chain. السلسلة العددية دي بتدل على السلطة من الناس الأعلى للناس الأقل مستوى في الشركة. Order people and materials should be in the right place at the right time. الناس والمواد وكل حاجة هم محتاجينها في الشركة المفروض تكون في الوقت الصح في المكان الصح. Equity managers should be kind and fair to their subordinates. المديرين لازم يكونوا طيبين وعندهم عدل للناس اللي شغالة عندهم. Stability of tenure of personnel. High employee turnover is insufficient. Tenure of personnel دي معناها مدة خدمة الموظفين، والشركة لازم تكون مشغلة موظفين بشكل معين، بحيث ان هيقولك دلوقتي management should provide orderly personnel planning and ensure that replacements are available. لازم تحط ناس شغالة في كل حاجة كويسة وما بقاش في حاجة ناقصة، ولو في حد مشي يبقى في المتوفر مكانه. Replacements are available. Initiative. Employees who are allowed to originate and carry out plans will exert higher levels of effort. الموظفين اللي عندهم القدرة أو المسموح لهم اللي هم ينفذوا مهمات ويخططوا بيعملوا أداء عالي، لأنه بيبقى ليهم مكانة عالية في الشركة. Spirit de corps promoting team spirit will build harmony. لازم نحسن زي كده روح الفريق. يبقى الشركة عبارة عن فريق وما بينهم تناسق. دي برضو من المبادئ. بعدين عندنا the behavioral approach. بعد ال classical approach عندنا ال behavioral approach. The behavioral approach to management evolved mainly because managers discovered that adopting the ideas of classical approach failed to achieve total efficiency and workplace harmony. يعني ايه؟ بيقول لك ان ال classical approach فشل انه ينفذ حاجتين. فشل انه ينفذ الكفاءة والتناسج اللي هو التناغم ما بين الناس اللي شغالة في المنظمة. فقالوا نعمل الـ Behavioral Approach. Overlooked the human aspect. بص على الشخص البشري كده بشكل عام، وازاي نحفزه وازاي نديره بشكل صح بس اللي هو يطلع أداء عالي. Then an experiment at the Western Electric Company was conducted. بعدين كده تجربة على شركة اسمها Western Company Electric Company was conducted عن طريق شخص اسمه هانس رون، who studied the effect of various levels of light on workers' productivity. درس تأثير
مستويات الإضاءة المختلفة على أداء الناس اللي شغالة في المنظمة. يعني شوف الناس كده وهي قاعدة، لما تبقى الإضاءة قليلة هيبقوا شغالين إزاي، والإضاءة عالية هيبقوا شغالين بطريقة مختلفة ولا لأ. في شخص اسمه إلتون مايو وشوية من الناس صحابه his colleagues also encompassed numerous experiments، عملوا تجارب كتير واكتشفوا حاجة مهمة جدا، that group pressure can significantly affect individual productivity، إن الضغط على الجروب يقدر يخليهم ينتجوا أكتر. كل ما تضغط على الجروب اللي أنت مشغله عندك دوت كل ما هينتجوا أحسن. and people behave differently when they're being observed، الناس بتتعامل أو بتشتغل بطريقة مختلفة لما أنت بتبقى مراقبهم. احنا كده دلوقتي خدنا حاجة اسمها ال classical approach وخدنا ال behavior approach، دلوقتي human relations movement studies the importance of employee satisfaction، بتدرس رضا العميل، أهم حاجة رضا الشخص اللي شغال مش العميل. a satisfied worker was believed to be a productive worker، بيقول لك إن الشخص المرتاح في شغلانته بيبقى شخص شغال كويس. for example Abraham Maslow a humanistic physiologist، عالم نفس إنساني اسمه أبراهام ماسلو. who is best known for his description of hierarchy of five needs، عمل تسلسل هرمي لخمس احتياجات وقال لك ان كل ما احتياج بيتنفذ كل ما هو مش بيحفز. يبقى believed that once a need was satisfied it no longer motivates behavior. بعدين عندك حد اسمه دوكلاس ماكجروجر developed حاجة، طور نظريتين اسمهم theory X and theory Y which related to manager beliefs about the employee's motivation to work، كان كلها نظريات بتتكلم عن تحفيز الناس اللي شغالة في المنظمة. The organization then focused on studying the behavior of people at work، المنظمة هنا بتركز على دراسة أسلوب وسلوك الناس في المنظمة، بحيث إن هو بيكلمك عن human relation movement. المنظمة اتطورت وعملت حاجة اسمها organizational behavior، organizational behavior اللي هو سلوك الناس اللي شغالة في المنظمة. قال لك إن الـ OB researchers do empirical research on human behavior in organizations motivating, leading, building trust, working with the team and managing conflict. قال لك الـ organizational behavior دي بقى عليها ناس بيعملوا لها أبحاث وبيدرسوا سلوك البني آدمين اللي شغالة في الشركة وبيحفزوهم وبيقودوهم وبيبنوا ثقة وبيشتغلوا مع تيم وبيحللوا كل الخلافات. بعد كده عندك حاجة اسمها الـ quantitative approach، it focuses on the application of optimization models, statistics, computer simulations, information models, etc. of management activities which make manager's job easier. The quantitative approach to management which is the use of quantitative techniques. So a quantitative approach ده بيتكلم عن optimization models, statistics, computer simulations، كلها حاجات رياضية، محاكاة الكمبيوتر والإحصاء ونماذج التحسين كلها حاجات، وانفورميشن كلها حاجات ليها علاقة بالرياضة وليها علاقة بالمعلومات والكلام دوت، بحيث اللي هي بتحل كل حاجة بشكل معلومات وبتمشي بإحصاءات وحسابات. The quantitative approach to management the use of quantitative techniques، بالأساليب الكمية عشان يحسن عمل القرارات في الشركة. evolved from mathematical and statistical solutions developed for military problems during World War II. الكلام ده ظهر لما كانوا بيطوروا حل المشاكل دوت أيام الحرب العالمية التانية. بعد الحرب العالمية التانية المنظمات اليابانية هي اللي كانت بتستخدم النظام ده أكتر، وبعدين بدأ يتطور. كان وقتها في حد اسمه دبليو إدواردز ديمينج وحد تاني اسمه جوزيف إم دوران، هما اللي كانوا شغالين عن النظام ده أكتر في الكوانتيتيف أبروتش، وكانوا ليهم دور كبير. are the most famous أشهر ناس في الفيلد دوت. their ideas became the basis of total quality management، طوروا نظرية اسمها total quality management. ممكن في الامتحان يسأل مين اللي طور ال total quality management، ممكن يجيب لك اختيارات لازم تختار الاثنين دول، W. Edwards Deming و Joseph M. Duran which is a management philosophy، هي فلسفية إدارية بتتكلم عن الاحتياجات الشخص اللي شغال and expectations and devoted to continual improvement، وكل التوقعات وهي حاجة لسه ليها تكملة. بعد كده عندنا حاجة آخر حاجة اسمها contemporary approach. contemporary approach اللي هو النهج المعاصر أو الحديث، فبيكلمك it provides a framework for management practice based on more recent trends، بيتكلم عن الحاجات المعاصرة أكتر. management research began to look more carefully at system theory، بدأ يبص على نظرية ليها علاقة بالسيستم and how it related to the organization. contemporary approach include system approach
عندها النهج السيستماتي for organizations the system approach view systems as a set of interrelated and interdependent. دي أهم حاجة، أهم حاجة حتى أهم من system theory و system approach، بس دول ممكن يسأل عليهم يعني. interrelated و interdependent، حاجات متعلقة ببعضها ومش مستقلة، كلها المنظمة كلها مرتبطة ببعضها ومرتبطة بالمنظمات اللي حواليك والمجتمع اللي حواليك. Parties arrange in a manner that produces a unified as a whole. Organizations function as a open system. بتشتغل كنظام مفتوح، which means اللي معناه اللي هي بتتأثر وبتتفاعل مع البيئة اللي حواليها. يبقى هنا بيكلمك بشكل عام ان ال organizations بقت تتفاعل مع البيئة اللي حواليها، ومبتبقاش لوحدها، بتبقى متعلقة باللي حواليها. شابتر 3 اللي هو الشابتر الأخير اللي هيجي في الميد تيرم decision making، ودي بس النقط الرئيسية فيه عن إقرار الملزمة أماني. أول حاجة عندنا هناخد ال decision making definition، هناخد ال decision making process، ودي مهمة جدا وحفظ. identification of a problem، identification of alternative criteria، وممكن في الامتحان يعني هو ممكن يجي بس هتبقى سخيفة شوية، بس يسألك ايه اللي هيجي بعد identification of a problem، يعني ايه تاني خطوة بعد identification of a problem، فتختار identification of alternative criteria، allocation of weights to criteria، development of alternatives، analysis of alternatives، selection of alternative، implementation of the alternative، evaluation of decision effectiveness. يعني ايه الكلام ده؟ identification of a problem تحديد المشكلة اللي هنمشي عليها علشان نعمل قرار، identification of alternative criteria نحدد الشروط اللي هيبقى عليها البديل دوت، نحدد أولويات أو نحط زي نقط الحاجات اللي هتنفع أكتر. weights دي هنا مش معناها وزن، معناها نقط، هنحدد نقط للحاجات اللي احنا عايزينها، وبعد كده نطور في الخيار اللي احنا اخترناه، نبدأ نطور فكرنا فيه مش نطور الخيار ذات نفسه، بعدين نعمل تحليل للخيار اللي احنا شايفينه ممكن ينفع، بعد كده نختار الحاجة اللي احنا شفناها هتنفع خلاص، بعد كده تطبيق of the alternative، هنا بتحط المهمة أو الخطة into action بتنفذها بقى، وبعد كده evaluation of decision effectiveness بتعمل تقييم لكفاءة القرار اللي انت اتخذته دوت. بعدين عندنا حاجة اسمها approach to decision making، ازاي بنقدر نعمل decisions. عندك 3 طرق، أول حاجة rational decisions، القرارات العقلانية bounded rationality، عقلانية محدودة، بيبقى انت عندك محدودية شوية، الموضوع صعب على العقل البشري انك تحلله، فبيبقى فيه شوية عقلانية بس ما بتبقاش قوي. عندك بعد كده ال intuitive decisions، كلها قرارات بتعتمد على الحدس، تلاقي كده المدير بيقول انا حاسس ان الحتة دي هي دي هي اللي عاملة المشكلة فنشتغل عليها، هو حدس كده، هو مفيش اي احصاءات او مفيش كلام عقلاني هو قاله، هو بس حدس، عنده حدس قاله ان الكلام ده هو اللي فيه مشكلة. types of decision making، عندك structured و unstructured و programmed و unprogrammed. A structured decision making يعني انت بتتخذ حل او بتتخذ القرار بشكل منظم وليه شكل معين، و unstructured مبيبقاش ليه structure، يعني مبيبقاش ليه نظام. programmed و unprogrammed دي الكيفية اللي انت بتحل بيها المشاكل، فانت بتحل المشاكل بطريقة منظمة على حسب ال structured decision making، فال programmed بيشتغل على ال structured وال non programmed بيشتغل على ال unstructured، وهنقراهم في ملزمة الدكتورة أماني دلوقتي. types of program decisions بيقول لك أنواع اتخاذ القرارات المنظم أو ال programmed، عندك procedures و rules و politics، الإجراءات والمبادئ اللي هتمشي عليها وال politics اللي انت هتمشي عليها. group decision making، بعد كده عندك ال effectiveness of groups and individuals، اتخاذ القرار الجماعي، وهيقول لك بعد كده الكفاءة بتاعة اتخاذ القرار الجماعي وبتاع الأفراد. فأول حاجة عندنا هنا A decision can be defined as a course of action. ال decision ده عبارة عن مجموعة من الحاجات اللي هتنفذها تم اختيارها من مجموعة من البدائل. A decision can be defined as a course of action chosen from a set of alternatives to achieve organizational objectives or goals. Decision making is the process of making choices by identifying a decision, gathering information and assessing alternative resolutions. بيقول لك يعني ان اتخاذ القرار هنا بيبقى عبارة عن عملية مختلفة فيها كذا خطوة، اللي انت بتحدد زي هنا الخطوات دي،
فهو بيلخصها لك كده في كلمتين هنا: decision making is typically a process of choosing among alternatives. اتخاذ القرار هو عبارة عن انك بتختار ما بين بدائل. عشان كده هنا بيتكلمك بصيغة البدائل، اقول لك هنا في الخطوات في حاجات ليها علاقة بالبدائل. اول حاجة identification of a problem, identification of decision criteria, allocation of weights to criteria, development of alternatives, analysis of alternatives, selection of an alternative, implementation of the alternative, evaluation of decision effectiveness. Identification of a problem: بتحدد المشكلة بتاعتك. The decision making process begins with identification of a problem, or more specifically a discrepancy between an existing or desired state of affair. فهو بيقول لك عبارة عن اتخاذ القرار identification of a problem، بتحدد المشكلة وتشوف ايه الخلاف ما بين الحالة اللي انت فيها دلوقتي وما بين الحالة اللي انت عايزها في المستقبل. يعني انت في الحالة اللي انت فيها دلوقتي في مشكلة، والحالة اللي انت عايزها في المستقبل مش هيبقى فيه مشكلة، عشان كده في خلاف ما بين دلوقتي والمستقبل، هيبقى فيه تناقض. Discrepancy يعني اختلاف أو تناقض. Identification of decision criteria: the decision criteria that will be important in solving the problem. الحاجات ال أو الشروط بتاعة القرار اللي أنت هتعمله. الشروط لازم تكون هتنجح في إنك تحل لك المشكلة. These criteria أو الشروط reflect that managers think and relevant in their decision. حاجات متعلقة بالقرار اللي هم يعملوه. بعدين تالت حاجة allocation of weights to criteria. إيه الشروط بقى؟ حطينا الشروط، وعلى أساس الشروط هنبدأ نختار إيه الحاجة الأهم بالنسبة لنا. يعني هنا مش على شكل عربية، قال لك الويت اللي هو الأهمية بالنسبة للحاجات دي، بالنسبة للسعر، بالنسبة هل هي العربية مريحة، هل هي العربية تستحمل، هل العربية الريكورد بتاعها، الإحصاء بتاع التصليح بتاعها، أداء العربية تقدر تحود بسرعة، والشكل العربية كويس. فهو بالنسبة له البرايس أهم حاجة، فهنا بيحطك الأولويات. أول حاجة البرايس، أهم حاجة إن يكون البرايس هو اللي يكون بتاعها كويس. بعد كده الراحة الداخلية، دي تاني أهم حاجة. فبتحدد إيه الأولويات، allocation of weights to criteria. بعد كده development of alternatives، بتطور فكرك في الحاجة اللي أنت list اللي أنت عملتها. إذا أنت decision making lists the alternatives، بيحط الخيارات اللي قدامه، بيشوف مين اللي هينجح في إنه يحقق شوية الشروط دي. عمل ليست الأول ويشوف يعمل صح غلط، صح غلط، يشوف ايه اللي ينفع مع الشروط ديت. ده أول حاجة development of alternatives. بعدين analysis of alternatives: after the alternative have been identified, the decision maker must quickly analyze each one, the strengths and weaknesses. بعد ما يختار الليستة بتاعته خلاص وحدد ايه اللي هينفع مع الشروط دي، يشوف ايه بقى مميزات وعيوب كل واحدة فيهم، يحاول يعني يقرر ما بينهم بحيث انه يشوف ايه المميز عن التاني. بعد كده selection of an alternative: this step is the act of choosing the best alternative from among those assessed. هنا انت بتختار بقى انهي احسن خيار ما بين الحاجات اللي انت قيمتها دي. يعني اللي فات ده انت قيمته خلاص وكلهم حلوين، بس محتاج تختار حاجة واحدة بس تشوف احسن واحدة فيهم. since we determined all the factors، كل العوامل بتاعة القرار اللي احنا عايزينه، weighted them appropriately، وحطيناهم بشكل مرتب، واخترنا كل اللي احنا عايزينه. بعد ما اخترت خلاص، انت بعد كده بتطبق اللي انت اخترته. implementation of the alternative: this step is concerned with putting the decision into action. زي ما قلت بتاخد ال decision اللي انت عملته وبتحطه action، يعني بتنفذه. decision implementation: تنفيذ ال decision بتاعك. implementation يعني تنفيذ. includes conveying the decisions to these affected and getting their commitment to it. بيحول كل القرارات دي حاجات يعني عملية أكتر، وبيشوف هتقدر إنك هتمشي على الخطوات بقى بتاعة الخيار دوت، وتشوف تبقى حليت مشكلتك ولا لا. Evaluation of decision effectiveness: managers here appraise the results of the decision to see whether the problem was resolved or not. فهنا الراجل اللي عمل ال decision اللي هو المدير خلص خلاص واختار، دلوقتي هيقيم اختيار القرار بتاعه ويشوف حل المشكلة ولا لا. بس يشوف بقى هل كل الكلام ده كان ليه لازمة ولا كان بلح. Evaluating the results of a decision is part of the managerial control process. دي ممكن يسأل عليها في الامتحان. عملية التقييم ديت بتكون جزء من حاجة اسمها managerial control process، اللي هي الكيفية اللي بيمشوا عليها علشان يتحكموا في الإدارة. managerial control process. Approaches to decision making: a manager gets involved in making decisions. Actually, decisions are not always time consuming. بيقول لك إن
هو المدير طبعا لازم يتخذ قرارات، ومش كل القرارات دايما بتستهلك وقت وبتبقى معقدة. هكلمك عن أنواع القرارات على حسب الـ rational decisions، القرارات العقلانية الـ rational decision will be purely objective and logical، هيبقى دايما متحايد ومنطقي جدا. The problem faced would be clear and unambiguous، البروبلم المشكلة اللي قصاده هتبقى واضحة جدا بالنسبة له لأنه فاهم وغير غامضة. unambiguous، ambiguous لوحدها معناها غامض، unambiguous يعني غير غامض ما فيهوش اي غموض بالنسبه له، سهل جدا انه يحل. and the decision maker would have a clear and specific goal، هيبقى عنده هدف واضح جدا لانه عارف هيعمل ايه. bounded rationality، managers make decisions rationally but are limited bounded by their ability to process information، يبقى هما بيعملوا قرارات بس ما بشكل محدود على حسب قدراتهم العقلية. A more realistic approach to describing how managers make decisions in the concept of bounded rationality. Bounded rationality اللي هي العقلانية المحدودة دي هو أكتر نهج أساسا المديرين بيمشوا عليه، لأن مفيش مدير عارف كل حاجة ومفيش مدير كده متخلف وبيمشي بس على حسب حدسه لوحده. هو دي أكتر حاجة واقعية إنك تمشي بشكل bounded rationality، عقلانية محدودة على حسب قدرات عقل البني آدم. Initiative decision making، initiative decision making is a process of making decisions on the basis of experience, feelings and accumulated judgment. فأنت بتعمل قرارات على حسب الخبرة بتاعتك، على حسب إحساسك، على حسب الخبرة المتراكمة بتاعتك أو حكمك المتراكم. It is, has been described as unconscious reasoning، المنطق الغير واعي. دلوقتي بيسموا الintuitive decision making بالحكم اللاواعي، وممكن يسأل عليها يقول لك الانتويتيف ديسيجن ميكنج ممكن يبقى ايه، يبقى انكونشس ريزن. انتويتيف ديسيجن ميكنج كان كومبلمنت بوث راشنال اند باوندد راشنال ديسيجن ميكنج، اتخاذ القرار الحدسي ممكن يكمل حاجتين، ممكن يكمل القرارات العقلانيه والقرارات غير العقلانيه. يعني تلاقي شركه شغاله بالاثنين، شغاله مثلا باوندد راشناليتي وانتويتيف، الانتويتيف ينفع يكمل الباوندد والراشنال الاثنين. فبيقول لك ممكن تلاقي دوت مع دوت أو دوت مع دوت. types of decision making، managers use different types of decision making to solve problems. عندك structured and unstructured decisions. structured decisions deal with the straightforward problems، بتتعامل مع المشكلات الواضحة جدا clear and familiar، كلها أنت متعود عليها. information about the problem is easy defined and complete، كل المعلومات عن المشكلة دي واضحة جدا وكاملة، انت عارف هتحلها ازاي وبشكل منظمة جدا قدامك. Examples might include a customer who wants to return an internet purchase، مثلا حد عايز يرجع عملية شرائية من النت، معروف خلاص العملية الشرائية لها خطوات معينة عشان ترجعها، ما فيش أي تعقيد، الموضوع مش غريب. Such situations are called structured problems، they align closely with the assumptions underlying perfect rationality، بيتم حلها بنظام العقلانية perfect rationality، ومش عقلانية عادية perfect كمان، عقلانية مثالية لأن الموضوع واضح جدا structured. بعد كده عندك unstructured decision deal with unusual problems، many situations faced by managers however are unstructured problems، they are new or unusual، information about such problem is ambiguous or incomplete، المشكلة بتكون غير مكتملة وبتكون غامضة ambiguous يعني غامض. Examples of unstructured problems include the decision to enter a new market segment، انت هتخش فرع جديد من الماركت اللي هو من السوق وانت ما تعرفش فرع السوق ده نظامه عامل ازاي، فانت لسه حاجة غامضة اول مرة تشوفها في حياتك وهتبدأ تقرأ عنها وتدرس عنها، فهي unstructured، هتبدأ بقى تعمل حاجات بس بشكل غير unstructured. Programmed and non-programmed، programmed برنامجي يعني بشكل روتيني. routine decision making is most efficient way to handle structured problems، مدير حاطط رجل على رجله فاهم هو هيعمل ايه بالظبط وبيعملها كل يوم تقريبا، يعني هو فاهم الحاجات ديت بتقابله كل يوم وعارف ازاي يحلها بشكل روتيني. program decision making is relatively simple، بسيط بشكل نسبي relatively simple and tends to really rely heavily on previous solutions، بيعتمد على الحلول السابقة لأن المدير حل المشاكل دي قبل كده، فهو بيعتمد على الحلول السابقة عارف هيعمل ايه. بعد كده عندك ال types of program decisions، هو دلوقتي مش هيقولك ايه non program decisions، قالك ايه هي ال program دي الأول وهيقولك أنواع ال program دي، بعدين هيخش على non program. أنواع أو اللي هي types of program decisions، procedures
procedures يعني الإجراءات. A procedure is a series of interrelated sequential steps in a manager can use to respond to a well-structured problem. هي الخطوات المرتبة اللي بتمشي بشكل تسلسلي اللي المدير بيمشي عليها عشان يحل المشكلة اللي هي الكاملة ال well-structured. Rules اللي هي قواعد. A rule is an explicit statement that tells a manager what he or she ought to do. هي جملة صريحة جدا بتقول الشخص دوت المفروض يعمل ايه. بتبقى قانون rules قواعد معروفة لازم يمشي عليها. Rules are frequently used by manager who confront a structured problem. طبعا بيستخدموها في الحاجات ال structured زي ما هو بيقول لك programmed وقلت لك programmed تستخدم في ال structured. فهتلاقي هنا بيقول لك اهو أول نوع اللي هي procedures بتبقى في ال structured و rules في ال structured برضه ودي برضه في ال structured. Policies a policy that guides القانون يعني القانون أو الطريقة اللي هيمشي عليها علشان يحل المشكلة ال program decision. It provides guidelines خطوات to channel a manager's thinking in a specific direction بتوجه تفكير المدير في اتجاه معين. However, when problems are unstructured, هيكلم لك على ال unstructured problems دلوقتي. Managers must rely on non-program decision making in order to develop unique solutions. Unstructured problems لازم يستخدم فيها ال unprogrammed decision making. يبقى unstructured نستخدم فيها unprogrammed. ال structured نستخدم فيها programmed. Examples of non-programmed decisions include deciding whether to acquire another organization. مثال على اتخاذ القرار الغير مبرمج او ال non-programmed انك يا اما انك تختار انك تغير اتجاه الشركة بتاعتك. تختار نوع تاني من الشركات. Acquire another organization. Group decision making. Group decision making provide more complete information than do individual decision making. بيقول لك ان الجروب لما بيتخذ قرارات على هيئة جروب بيبقى قراراته احسن من الشخص الواحد لوحده. A group will bring a diversity of experience. الجروب هيجيب لك خبرات متنوعة وهيجيب لك وجهات نظر مختلفة وده في ابداع. That an individual cannot alone. الشخص الواحد ما بيبقاش عنده كل وجهات النظر دي وكل الخبرة دي مع بعضها لما غير الجروب. Groups also generate more alternatives. الجروب بيوريك خيارات متعددة كتير. Groups have greater quantity and diversity of information. عندهم كميات أكبر وتنوع للمعلومات. The group decision making process consists with the democratic ideals. ليه مبادئ ديمقراطية. طب ليه الجروب ليه مبادئ ديمقراطية؟ هيقول لك كذا سبب. أول سبب وتاني هوت وتالت سبب ورابع سبب. First they are time consuming بيستهلكوا وقت عشان تجيب جروب بقى وتقعد تلم رأي كل واحد هتاخد مدة هتضيع وقت اتخاذ القرار. يعني قرارات الشركة الكبيرة بتبقى حاجات مهمة ممكن يقعدوا بقى أسبوع وأسبوعين بياخدوا في القرار في ناس كتير وكل واحد عمال يقول في حتة عشان يقفوا على قرار واحد هياخدوا وقت كبير. وبتاخد وقت كبير عشان تجمع الجروب ذات نفسه. Second, they may also be subject to minority domination. ممكن يبقى متحيزين للأقلية. ليه بقى يبقوا متحيزين للناس الأقلية؟ لأن في ناس بتبقى ليهم خبرة أكبر عندهم معرفة أكتر وما دولت اللي بنروح لهم وبنبقى معتمدين عليهم أكتر. فلينا أشخاص كتير عمالة تتكلم ولقينا شوية ناس كده كبيرة في السن وفاهمين أوي دولت اللي نعتمد عليهم ونبدأ نمشي عليهم وما ناخدش قرارات الناس بشكل متساوي. Never perfectly equal زي ما differ in rank اللي هي البوزيشن بتاعه اللي هو المكانة بتاعته والخبرة والمعرفة بتاعته على حسب معرفة بتاعته عن المشكلة. The third problem focuses on group think and eventually harms the quality of final decision. تالت مشكلة هي التفكير الجماعي واللي نهايته بيأثر على جودة القرار النهائي لأن ممكن في الآخر القرار جماعي وحلو بس في الآخر القرار النهائي ما يطلعش حلو. ممكن يبقى عندك مثلا 20 واحد بيقرر منهم 5 بس اللي فاهمين و15 اللي مش فاهمين بس القرار الجماعي اللي عملوه قرار خاطئ لأن معظم الناس مش فاهمه. فأوقات بيبقى حلو بس أوقات بيأثر على جودة القرار النهائي. Finally, group members share responsibility. الجروب بيشارك المسؤولية. They are actually responsible for the final outcome. بيبقى مسؤولين عن النتيجة النهائية.
بعد كده هيكلمك على اخر حاجه في الشابتر دوت، ونبقى خلصنا مراجعه الثلاث شابتر. هشوف لو اقدر اجيب اسئله واحلها لكم. effectiveness of group or individual decisions depends on the criteria used for defining effectiveness such as accuracy, speed, creativity and acceptance. بيقول لك الانديفيدوال والجروب ايه الفرق ما بينهم. بيقول لك طبعا ان الجروب بيبقى فعال اكتر وبيبقى دقيق اكتر وبيبقى ابداعي اكتر وبيبقى مقبول اكتر، لان الناس هي كلها اتفقت مع بعضها فبيبقى مقبول اكتر. جروب ديسيجن tend to be more accurate، بيبقى دقيق. ما هو قال لك هنا اللي هو دقيق، قال لك accuracy، قال لك accuracy تاني. and tend to make better decisions than individuals، بيعمل قرارات احسن من الافراد. the effectiveness of group decision may also be influenced by the size of the group، برضو الكفاءة بتاعة الجروب بتاعة قرارات الجروب بتتأثر على حسب حجم الجروب، يعني كل جروب على حسب حجمه قراراته وفعالياتها بتختلف. فممكن يسألك في الامتحان فعاليات أو فعالية قرار الجروبات بيختلف على حسب ايه، على حسب السايز ولا على حسب بقى حاجات تانية. هو هتختار على حسب السايز الجروب. هحاول اشوف لو اقدر بعد شوية انزل لكم اسئلة. شكرا على المشاهدة، بالتوفيق.